مسار الدورة الاستثنائية كاين نقطة فريدة تتعلق بمشروع تصميم تهيئة الخاص بضيفتي أبي رقراق في تراب مجلس مقاطعة السويسي. فكما كيعرف الجميع الوكالة ديال الدكتور للأسف اليوم ما حضرش معنا ممثل ديال وكالة ضيفتي أبي رقراق باش يعطينا توضيح حول هذا الموضوع ألا وهو تصميم التهيئة. أنا كنتأسف مرة أخرى ما حضرش معنا باش يشرح للمجلس السادة المستشارين المستشارات النواب المواطنين اللي حاضر معنا. للمرة الأخيرة كنتأسف على الحضور ديال لاجونس بوغران، ولكن في ديال هاد النقطة غادي نفتتحوا النقاش يعني الدراسة وإبداء الرأي حول تصميم التهيئة بضيفتي أبي رقراق المتعلق بتراب مجلس مقاطعة السويس. فإخواني أخواتي كما كيعرفوا الجميع، أنا أعطيكم واحد التقديم حول هاد وكالة أبي رقراق. تأسست سنة 2005، جات من أجل استثمار يعني وتحضير مجموعة من المشاريع على مستوى سلا والرباط ومعزة ومجموعة الجماعات تقريبا 600 هكتار. وهنا كنتكلموا على الشق المتعلق بتراب السويسي. هذه المنطقة ديال السويسي على الأقل فيها واحد 450 هكتار. من 2005 قالوا أن غيديروا مجموعة من المشاريع سياحية سكنية اقتصادية إلى آخره. لكن للأسف الشديد لمدة 18 سنة ما كيديروش هذه المشاريع. أنا كرئيس ديال المجلس والمستشارين كاملين كانوا كيواكبوا هذه المسائل كاملة. واليوم كيتعرض لنا تصميم تهيئة اللي فيه يعني منطقة طبيعية. في منطقة طبيعية اليوم المجلس كيبدي يدير دراسة وإبداء رأي. المستشارين حاضر معنا، النواب حاضر معنا، السيد المستشار حاضر معنا. كما قلت لكم كان يعطيكم توضيح ديال الزبور أكثر، ولكن كذلك أنا أعرف جيدا هذا الموضوع وأنا أدافع عليه من نهار إلى المجلس. مجموعة من المستشارين كذلك يدافعوا على هذا المشروع. كما كنتمناو يداروا مشاريع داروا استثمارات على مستوى تراب مقاطعة السويس، لكن للأسف ما داروش. ولكن اليوم حضر معنا السادة المستشارين غيبداو بالرأي ديالهم. كذلك كنحاولوا ندافعوا ما يمكن على مجموعة من المشاريع بهذا التصميم التهيئة. كذلك كل من وجه ديال النظر ديالو غادي يعطينا اقتراحات ديالو، الآراء ديالو اللي خصو يعرفوا المواطنين. كاين بزاف الناس كيتسائلوا ما عارفينش، ولكن مزيان ملي حضروا مجموعة ديال الناس حاضرين معنا اليوم هنا. كاين من بعض منهم كنعرفهم كاين ما كنعرفوش، ولكن نقولها لكم بكل صراحة، حنا هنايا في المجلس حنا محامين ديالكم. اللي خصنا نعرفوا الإخوان أن ما كاينش نزع الملكية. كاين بعض الناس اللي تيقول لك غيديو لي الأرض ديالي راه كاينة نزع الملكية. ما كايناش نزع الملكية، كاين واحد المشروع تصميم التهيئة، يعني واحد المشروع غيديروا واحد التصميم ديال التهيئة، لأنه من الناحية القانونية تصميم التهيئة ملي كدوز عليه 10 سنين كينتهي، خصو يتجدد. دابا غادي يجددوا المشروع ديال تصميم التهيئة. حنا كمجلس كيحيدوا علينا، كنصوتوا عليه، كنديروا فيه الدراسة وإبداء الرأي، كنحيدوا على المدينة كذلك كيديروا فيه الدراسة وإبداء الرأي، وكيحيدوا على الجهات المختصة من أجل المسابقة النهائية. فاليوم إخواني أخواتي كما خليكم 2009 تمت نزع الملكية، ولكن تمت نزع الملكية قصد التعمير. هادشي ما داش من 2009 إلى يومنا هذا تقريبا 14 سنة. ولكن حنا كمجلس اليوم كنطرحوا يديروا مجموعة من المشاريع والاستثمارات بالمنطقة، وكل واحد من المستشارين غادي يديروا ديالو في هذا الموضوع. دونك غادي نفتتح المناقشة. رشيد الأطراسي عن مجلس مقاطعة السويسي، ممثل فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بهذه المقاطعة. احنا اليوم أمام دورة استثنائية
في هذا المجلس لإبداء الرأي حول تصميم تهيئة مشروع واد أبي رقراق ضمن مجال مقاطعات وتراب السويسي. كأبناء للمنطقة وكمستشارين منتخبين عن المنطقة، أولاً كان بودنا أن يحضر معنا ممثل وكالة أبي رقراق، لكن للأسف لم يحضر. ومن هذا المنبر تناشدوا أن الناس الوكالة يفتحوا حوار مع المجالس المنتخبة. ثانياً اليوم غادي نخرجوا بمقترحات، طبعاً هذه المقترحات هي نابعة من صميم معاناة المواطنين بمقاطعة السويسي اللي عندهم هواجس تجاه هذا المشروع. احنا مع المشاريع المنتجة والتنموية داخل مدينة الرباط اللي بغاها سيدنا تكون عاصمة مدينة الأنوار، لكن للأسف احنا كنشوفوا أن قبل المصادقة على هذا المشروع يتم يعني تعليق البحث الإداري ديال مسألة ديال قرار نزع الملكية ببعض أراضي السويسي، وهذه مسألة يعني ربما مخالفة للقانون. أولاً عندنا اقتراح أن يتم التعديل ديال تصميم التهيئة في مقاطعة السويسي لمراعاة توازن بين يعني المجالات البيئية والمجالات التعميرية لإدماج الساكنة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي. ثانياً التخلي عن قرار نزع ملكية الأراضي قبل المصادقة على المشروع. ثالثاً تنطلبوا من وكالة بورغراك باش تفتح حوار مسؤول وجاد، لا مع الهيئة المنتخبة ولا مع المجتمع المدني بمقاطعة السويسي وبكل جماعات ومقاطعات مدينة الرباط يعني المعنية بهذا المشروع. وشكراً. شكراً على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحباً بك.